اليوم موضوعنا هو تأخر سن الزواج. نزوج ما على باليش بيه، والله ما على بالي بالزواج، مانيش ديرته كامل في راسي نهائيا. نشوفوا اليوم اسبابه وانعكاساته في المجتمع الجزائري. حوسوا عليا بعد موت بابا، قبل موت بابا ومن بعد موت بابا، بصح حنا ما حبيتش نزوج في طعمنا. ما يلزمناش ننظروا الوحدة اللي متاخره في الزواج، ننظروا لها بعين الاحتقار. نخدم السوق، السوق ايه، ندير بركوك طعام، ندير هكا نبيع، ودي فوا مرات مكاش ولا غير حتى نطلب باش نشري لها ليكوشي ما مريضه. قولوا حنا ما لحقش مكتوبها، لكن الاصعب من انها لم تتزوج انه تخلوا عليها خاوتها. اي وحده تتمنى كذا، اي وحده، اي مراه تتمنى تتزوج صغيره دير ذراري مسكو يكبروا معاها. انا ما نشاطرهاش الراي، صحيه لازم تفدي يماها. لا تخرج المراه المخطوبه بعد العقد إلا والدفتر العائلي في مكتوب زوجها. أول لعبة تلعبها الفتاة أنها هي امرأة وعندها دي بيبي ترفد هذيك الدمية، يعني هذا احتياج نفسي. موظفة في إدارة، أي زوج يجي يقول لك لا لا أنا ما نحبش ندي واحدة تكون خدامة في إدارة ومع الرجال، نحب واحدة تكون ماكثة في المنزل، نحب يكون خدام، نسكن وحدي، الشباب عنده طوموبيل لاباس بيه، نحوس يعرف يقيمني، يعرف يدير لي كادو. أنا ما نزوجش، الزواج ما حش يخليني ننجح، أنا ما نتزوجش، أنا قارية، أنا عندي دراهمي. أنا نقول هنا أختي راكي غلطة.